اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا شاب عمره 30 سنه كيقلب على بنت الناس تكون معقوله ويبني معها يعني دار ويكون معها عائله. وطبيعه الحال هذه المواصفات اللي بغاها تكون في الزوجه المستقبليه ديالو. السلام عليكم سيدي. السلام. كي داير؟ بخير. مزيان. الله يبارك فيك. اه سيدي انت يا واخويا كنقلبوا على شي كنقلبوا على شي بنت الناس لكن الرزق. مرحبا. بنادم خصو يتمني يدير وليدات من هو كيكبر شويه العمر. عمرها غادي كتغمض عينك كتلقى راسك وصلتي الربعينات. وكنت منو شي بنت الناس الا كتشونا بهاد اللايف تصل لا بغا تكون بغات تسترتي راسها فهمتي وشي اللي كاين اللي بغات تصبر معنا وتكون معقول كلشي على المعقول. كاينين صحاب التفليات وهادو هما اللي كيقلب على المعقول. انت المهم عندك انه المعقول كل شيء على المعقول. ما كاش معقول ما كاين والو. ماشي تزوج تا وهي تولي تا وهي في المشاكل. اللهم ابقى اللهم ابقى بقى حر ديال راسك. ما دير ولا تولي تا وهي في المشاكل. اللهم ابقى حر ديال راسك. وانت شنو المواصفات تبغيها في الزوجه؟ وتكون المعقول بعدا وتكون مرا ما تكون مزيان مغليتها مرقيقه فهمتي تكون فورمه عاديه وتكون تاني ما بيضاء ما كحله بين وبين. كيفاش ما بيضاء ما سمراء؟ اه بيضاء ما سمراء. اها الشعر ديالك كيفاش بغا يكون مثلا عادي ولا الشعر عادي اش فهمتي وبدا اللي عايد كيما كان هذا تكون بنت الناس صافي كلشي على المعقول فهمتي كاين اللي كتجيبها زينه هذا وكتجيبها هذا وكتويتا ويا في المشاكل فهمتي تكون دري عاديه مسافات باينين وتكون شويه رومانسيه ما ضروري كي تبغي تعيش الحياه. شنو هي الحياه اللي تعيشها كيفاش رومانسيه؟ شنو رومانسيه؟ بنادم كيجي خصو تعيش تويا الحياه ما تبقاش في المشاكل كتجي من الخدمه كدايش ثاني الحياه رومانسيه بين الرومانسيه كيفاش الناس كيدايش كيعيش الحياه فهمتي. بغيت تكون بغيت الزوجة المستقبلية تكون هنا كزاوية مثلا او شي مدينة اخرى ماشي مشكل اذا كان شي من الكتاب كانت كزاوية ماشي كزاوية صحراوية ماشي شي من الكتاب فهمتي كله كيجي رزقه الا كانت كزاوية ولا ما طلع مراكش ولا طنجة ماشي هذا شوف المكتب الا كان مكتبة ليك حاجة تاخذها كانت مكتبة ليك ما تاخذهاش فهمتي خاطر تكون دابا كازا ولا اسي ولا شي وما كانش مكتبة ليك ما تاخذهاش هادشي أمنا بك يدير السبب وكمل على الله خصك دير السبب وبنادم صافي نيشو بعدا خصك تكون نية هي كلشي فهمتي كان كنت ناوي الغدار وهي ناوية الغدار ما كد طولوش هذا دابا تقريبا 30 سنة علاش يعني ما تزوجتيش كاع مع العلم انك مازال صغير مازال من الوقت الوقت ما مساعدة وتكد فضلت يعني باغي تزوج على 30 عام ولا غير ولا كان المكتب دابا كيتزوج انا على 20 فهمت كاين اللي كيزوج تايفو 30 وهي كيتزوج واش بعدا من الكتاب خصك تاني الانسان ما عادش ما تزوج خصك تدير المستقبل ديالك ماشي تا الله كتكافى مع الوقت وقت وتجي وتتزوج كتكرفس راسك وتكرفس بنت الناس ما تقدرش على المسؤوليه وكتمشي تقول لا تزوج فهمتي وتعيش تشتوي المشاكل اللهم بلاش ما تزوج اللهم بلاش ما تزوج احسن ما تويا تكرف تجيب بنت الناس وتكرفس عليها بلاش وتكرفس راسك وتكرفس هي بلاش توي تويا تاع وقاش على المسؤوليه دونك ما تجوش صافي حتى كيدير شويه مصروف اللي كيمشي كيبغي يمشي يتزوج. شنو هو النداء ديالك دابا لهاد الزوجه اللي كتشوف فينا دابا حاليا؟ ولا كانت باغا تزوج وتستر راسها مرحبا. كيفاش تقدر تستر راسها على شي ماشي مستوره؟ دير وليدات عاملها هي مستوره. بدا دير المستقبل ديالها ماشي دا فهمتي ماشي دا المستقبل ديالها وليداتها خصها تشوف وليدات ديولها فهمتي ديه شي الحلال فهمتي خصها ضروري المستقبل ديالها ما شاغ هاي دادا ما هي مستوره شاغ غادي تسال 40 وتسال تقمر ما تجوج ما مجوجهاش شاغ امتى دير هاد الوليدات امتى هاد الانسان كيبغي يتزوج صغير كيكبروا مع ولاد كدير وليدات كيكبروا معاك كتغد سامي كيكبروا انت باقي صغير خصك تخرج معاهم تلعب معاهم مو كتوصل واحد اللاج ما تقدرش ولدك هادشي تخرج تويا هاد العام تويا هادشي تريني ما تقدرش يعني شحال ما تزوجتي صغير شحال ما مزيان كي تزوجتي صغير كي مزيان عليك
فهمتي؟ ولا بقيت وصل لي حد لاج كد شويه ولدك ما يكونش قريب ليك ولا بنتك ما تكونش قريبه ليك، علاش؟ حد تطلع عليك هادشي في راسك، لا تجوز شي صغير كيكبروا معاك ولادك، كديروا بحال ولدك، كديروا بحال صاحبك، كديروش ولدك، كديروا صاحبك، اي حاجه كيعود عليك اي حاجه، شوف ديما القريب ليه. التليفون ديالك 06 19 67 36 76. شادنا كرام كنتو معنا في هذا البث المباشر. معنا شاب عنده 30 سنة كيقلب على بنت الناس. طبعا الحالة ديال بنت الناس إلا كانت في الاستماع ليه فما عليها غير تصل بيه على رقم 06 19 67 36 76. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على أمل نلتقي بكم بث آخر بحول الله. إلى اللقاء.